السلام عليكم. للمرة الثانية نعود إلى ملعب عنابة، وهذه المرة باش نتكلم على جلب الكراسي تاع البدلاء إلى الملعب. وكذلك بعد ما تكلمنا يعني في المرة الأولى في الصبيحة هذه تكلمنا على تجريب اللوحات الإشهارية في الملعب، وأكد الأحباء نتاعي أن هذه اللوحات الإشهارية سوف توضع في كل ملاعب تاع الشان، الخمسة أو ست ملاعب اللي راح تنظم بطولة الشان، يكون فيه ألواح إشهارية إلكترونية من إنتاج شركتنا الحبيبة والعزيزة اللي نفتخر بها، هي شركة كوندور، رغم أنها تركب نسبة التركيب في إنتاجاتها تعتبر حوالي 60 أو 70%، هو تركيب يعني تبقى قضية التصنيع قليلة، لكن معليش احنا نفتخر بها. نعم نعرف أنه هذه الفيديوهات تهم المشجعين تاع كرة القدم والمشجعين تاع الملاعب تاع الفرق تاع حمراء عنابة، وكذلك تهم كل الوطنيين الأحرار اللي أنا نحسب روحي واحد منهم، أنا واحد من الوطنيين الأحرار اللي يحبوا بلادهم. وقبل كل شيء أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.